صباح الخير يا عم سمير. اهلا اهلا يا استاذ شريف، ده انت منور الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. امال فين مبروك؟ مبروك جوه بتراجع العهده. طب تمام، والحاج فين؟ في المصنع؟ لا يا سيدي، الحاج عند صاحبه وحبيب الدكتور توفيق في الاجزخانه. تحب اروح عنده لك؟ لا ملوش لزوم. مش معقولة التراب اللي في المخزن ده. اهلا يا استاذ شريف. اهلا. اهلا يا مدام. ازاي صحتك؟ الحمد لله. انت كويسه؟ الحمد لله. امال الحاج فين؟ عند استاذ توفيق في الاجزخان. ابعت له سمير؟ لا ملوش لزوم، انا هعدي عليه بالليل. لا ازاي، لازم تقعد تشرب معانا حاجه. اتفضل. اتفضل. تشرب ايه بقى؟ يعني اي حاجه يا سمير. يا نحم، تعال شوف الاستاذ يشرب ايه. يا سلام، تشرب ايه يا حبيبي؟ يا عم اي حاجه. شوف بقى، انا هجيب لك شويه تمر هندي متلجين مالهمش حل. ماشي، اشكر يا عم سمير، منور المحل. متشكره الحقيقه يا مدام مبروكه. من يوم ما جيت المحل والمحل منور، ومش عارفين نشكرك ازاي، وخصوصا بعد مشيت الوالد وبعد ما امي الله يرحمها ماتت والظروف الصعبه اللي مرينا بيها. ربنا يصبره على اللي هو فيه. احلى شويه تمر هندي لاحلى شريف بيه في الدنيا. ربنا يخليك يا عم سمير. الله، ايه الحلاوه دي؟ عيب عيب، ده عمك سمير برضه. بالهنا والشفا. الله يهنيك يا رب. والله لولا المريمه لا كنت جيت وشلت المحل بدل ابويا. انا عارف انه كبر وتعب، المفروض ان احنا نشيله، بس هنعمل ايه؟ العين بصيرة والإيد قصيرة. الله يكون في عونك. لو في حاجة في إيدي أنا مش هتأخر. الزمن بقى صعب قوي، وخلفة العيال بقت أصعب وأصعب. بس الولاد نعمة يا أستاذ شريف، نعمة كبيرة قوي. أنا آسف، أنا مبروك، ما كنتش أقصد، واضح إن أنا خرفت يعني، بس ولا يهمك، مفيش حاجة. إيه رأيك نشرب فنجانين قهوة لحد ما الحاج مؤمن يجي؟ لا مالوش لزوم، أنا يا دوبك أروح البيت على طول. السلام عليكم. السلام عليكم. هو في إيه؟ مالك يا أمينة، في إيه؟ ماشي. استنى. شفتها؟ ما تتكلم يا شريف. يا بنتي انا اعرفها من زمان لما كانت صغيره في المدرسه وقد كده اهو، ثم انا شفتها كتير جدا في المحل عندنا. بيقولوا عليها كانت زي القمر. كانت؟ دي كانت وما زالت. بالعكس، انت عارفه ان البنت دي حلوت قوي بعد ما كبرت. الله الله الله، انت كنت راقبها ولا ايه؟ راقبها؟ ايه الكلام الفارغ ده يا مين؟ مش مهم، قولي ايه رايك؟ مش ينفع تتجوز ابوك؟ مش عارف يا مينا، حسيت انها صغيرة. لا هي هتوافق ولا هو هيوافق. صغيرة؟ يعني عندها كام سنة؟ عندها كام سنة؟ هو انتوا وجنس الستات حد يعرف لكم أي سن؟ طب قولي، جسدنا نبضها زي ما اتفقنا؟ بصراحة لا يا مينا، حسيت انها تستاهل شاب من سنها، أو جايز ترجع لجوزها الأولاني، مش عارف. انكسفت ومشيت. اقطع دراعي ما كانت رقمه من الاول، وحط عينها عليه وسابت جوزها علشان ترجع له. يا شيخ حرام عليك، حرام عليك. انتوا كده جنس الستات، لما تحطوا حاجه في دماغكم ما تطلعوهاش ابدا. لا والله. بس انت ما تعرفش حاجه، انا عارفه الستات دول كويس. دايما الشابه من دول تجري ورا الواحد المتريش، دايما باصين لفوق. انا عارفه الجيل ده كويس، دايما بيحبوا العيشه المبشبشه. مبشبشه؟ بقولك يا مينا، صباح الخير. ايوه حاضر. طولت الغيبة علينا يا غالي. يلا بسرعة، حد يساعدني وهات الصورة فوق. أنا عينيا. يلا
اخويا. الله يبارك فيك يا نعمة، الله يبارك فيك. طبعا انتوا مستنين الهدايا. اتفضل يا حبيبي، ادي الطقم بتاعك. وانت كمان كل واحد باسمه، ادي الطقم بتاعك. وانت يا جميل تعالى ابو هنا يا علا، جايب لك حته دبدوب جميل. يلا ايه 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 ايه، خد ادي الطقم بتاعك انت كمان. يلا يلا خد يا بنت، جايب لك شويه حاجات انت وامك. يلا خش قيسي بسرعه. متشكره قوي يا خالو. الله يخليك يا حبيبتي. مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه يا اخويا. شوف العيال فرحانين ازاي. الله يبارك فيك، وكله من خيرك يا نعمه. الله، امال فين الولا حسين؟ من ساعه ما جيت من السفر وما شفتوش. طفشان زي عادته يا حبيبي، كل شويه ياخد في وشه ويطفش، تفضل امه تدور عليه ما بتعرفلوش طريق جره. انا يا اخويا عارف الواد ده بيروح في نصيبه. ازاي الكلام ده؟ طب دورتوا عليه؟ بلغتوا البوليس؟ انا خايف ليكون حصل له حاجه. وهو هيجرى له ايه؟ ده زي القطط بسبع ارواح، بكره هيرجع زي الكلب. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا اخويا، من ساعه ابراهيم ما سابنا وانا في دوامه، عيل يسقط وعيل يعيا والكبير يطفش. بصي هو غلط قبل ايه؟ يا خلاص يا ستو. الله يا حبيبي، هو اتلبسهم على بعض. يلا يا حبيبي. ايه ده؟ ايه القمصان دي كلها؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، أربعة، أربعة قمصان، أربعة. يلا حبيبي يلا. ما تتكل أنت على الله يا نعمة، لا يكون جوزك عايز حاجة كده ولا كده، وسيب الولاد معايا. نعم يا أخويا. تسيب مين مع مين؟ في يلا. هو أنا يا حبيبي في دماغ العيال؟ اسيب العيال. روح يا نعمه، انت لا يكون جوزك محتاج حاجه كده ولا كده. اسمعي الكلام. الله، الدكتور ناجي ابن خاله مبروك الله يكرمه وصى عليه، وكل شويه يروح يزوره ويشوف ان كان عايز حاجه ولا لا. اكيد مبروكه هي اللي عملت كده، اكيد هي اللي وصت عليه. اكيد مبروكه بتتشعتف قوي، تلاقيها يا اخويا بتتمحك، عايزك تردها تاني. اه يا عيني، ما انت من ساعه ما سبتها وهي حالها يبكي. كل شيء بإذن الله هيتصلح يا أمه، كل شيء هيتصلح. حنيت؟ عايز تردها بعد كل اللي عملته فيك؟ تبقى لا ابني ولا عرفك. يما المسامح كريم، خليك انت الكريمة. تبقى تشترط عليها تيجي هنا تتأسف لي وتبوس إيدي وتبوس رأسي. ليه بس يا أمه؟ هي عملت لك حاجة؟ الله، دي وليه غلبانة؟ غلبانة إيه يا أخويا؟ كفايه عن طازتها ونفسها اللي في السما. هي كانت تقول يا واد واحد زيك يفكر فيها ولا يفكر يتجوزها. وحشتيني يا اما، وحشني وشك البلاستيك. ابع ولا كده ولا احلام. وحشتوني كلكم. وحشتني مصر وجيران مصر والناس اللي موجوده في مصر. شفت يا كريمة؟ أي كائن حي بيتمنى عنه الغذاء أو المية بيقبل. وانت يا كريمة أخبارك إيه؟ الحمد لله كويسة. ما وحشتكيش؟ شهر بحاله مفيش تليفون؟ أصل أنا عندي ظروف كده يعني. أخوكي وحيد مش كده؟ أخباره إيه؟ غايب عن البيت بقاله مدة، وماما هتتجنن عليه. وقبلة سهير مصممة ان احنا ما ندورش عليه، وقبلة فايزة كمان. الشقة خلصت وشطب، عاوز اخد رأيك في الديكور، وبعدين نبقى ننزل نشتري العفش سوا. ايه رأيك نروح دلوقتي؟ لا حضرتك بتقول ايه؟ ساعة واحدة وهرجعك لحد البيت. لا ما ينفعش خالص اروح مع حضرتك الشقة. خايفة مني يا كريمة؟ على العموم احنا مش هنبقى لوحدنا، العمال هيبقوا في الشقة بيشطبوا الدهانات. لا مش هينفع خالص يا دكتور. أنا آسف، أنا مضطر أمشي عشان وعدت الأستعوض إن أنا أروح أشوف الدهانات. دكتور محمود. نعم يا كريم. هو مش حالتك كنت قلت لي أقدم علشان ال بعدين يا كريمة بعدين، أنا مستعجل دلوقتي، أنا مضطر إن أنا أستأذن. السلام عليكم.
انا بقول سلام عليكم. ايه يا بنتي، انت بتزهقيش من ام كلثوم؟ يا سلام على سمى واغانيها، الكلام حلو واللحن حلو والصوت يجنن. صحيح لما بسمع اغاني الشباب بفرفش شويه، حقيقي ببقى عايزه اغني وعايزه ارقص، لكن لما بسمع اغاني سمى بيرجع لي عقل تاني واحس بمشاعر واحاسيس كانها بتغني لشيء جوايا. الله. وانا بقى لما بسمع عبد الحليم بحس ان انا طايره في السماء، عايزه المس السحاب وابوس الشجر واسكن مع العصافير. ايه ده يا اصلاح؟ إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه ده، ده انتي سخنه. استني لما اعملك كمادات. خس عليك يا مبروك، هو انت فاكراني خشب ولا حديد؟ هو انا مش انسانه زيك عندها مشاعر واحاسيس؟ لا طبعا، واحلف على المصحف كمان، والا ما كنتيش طفشتي ناجي ابن خالتك الغلبان اللي فضل يحب فيكي 10 سنين من ايام ما كنا صغيرين بنلعب عروسه وعريس، وهوب دخلتي الجامعه قمتي مطنشاه ولا كانك حبيتيه في يوم من الايام. اعترفي وقولي بسرعه مين اللي شاغل بالك، اسمه ورسمه واصله وفصله بسرعه. ايه ده، هو مين ده؟ انا مش فاهمه انت بتتكلمي عن مين. الحبيب المجهول. كلام جميل وكلام معقول، مقدرش اقول حاجه عنه لكن خيال. حبيبي المجهول مش لاقيه فيه حاجه منه. يا عيني. ايه رايك في الشقه؟ الشقه حلوه قوي، رائعه. المكان هادي وجميل. انت بقى هتيجي تنوري شقتك يا عروسه. بص يا دكتور محمود، يعني هو لو حياتك عايزني، يعني هو مفيش حل غير ان احنا نتجوز. طبعا هنتجوز، بس هنتجوز عرفي. ايه؟ نتجوز عرفي؟ تقصد ايه؟ كريمة يا حبيبتي، الجواز العرفي على سنة الله ورسوله. هو زمان كان فيه مأذون ولا كان فيه ورق، كان الجواز رفض وقبول. ده بقى كان زمان، انما دلوقتي الوضع اتغير، وانا مفيش حاجه في الدنيا تجبرني ان انا اعيش في الضله ابدا. الحاجه الوحيده اللي تخليني اتجوز وانا مبسوطه هو ان جوازي يبقى معلن. مستحيل، ما اقدرش. كريمه يا حبيبتي، انت عارفه الظروف، شرحتها لك كلها. الترقيه الرئيس القسم فضل عليها اسابيع، اي خبر او اشاعه عن جوازنا هتحرمني من الترقيه، وانت عارفه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. خلاص يا دكتور، لما تبقى بقى حضرتك تخلص موضوع الترقية نبقى نتكلم في موضوع الجواز. طب احنا نتجوز ونبقى نعلن جوازنا على مهلنا، ايه رأيك؟ اهلا 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 يا عمي. اهلا يا عمي. اهلا دكتور توفيق. اتفضل. اه يا بنتي، شرفتنا يا عم. الله يخليك. شوف يا سيدي، الدكتوره فايزه زي بنتي بالظبط، بلغوها النهارده ان اخوها قبض عليه. ارجوك شوف لنا ايه الحكايه دي. اخوها اسمه ايه؟ وحيد. اه، الشاب اللي اسمه وحيد اللي جانا امبارح مقبوض عليه في وسط مجموعه شباب من الجناحين. عارف التهم الموجهه ليهم ايه يا عمي؟ تهديد سواق بالقتل وسرقة سيارة أجرة وإحراز وتعاطي مخدرات وشروع في أكل. اللهم، مش ممكن، مش ممكن ده كله، مش ممكن وحيد يعمل ده كله. ممكن أشوفه يا فندم؟ ده أخويا الوحيد. للأسف لا، أخوك دلوقتي في غيبوبة. تأكدي يا بنتي إنه أخوك فعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي قومي يا بنتي، نروح نشوفه سوا. هو مش موجود هنا دلوقتي. من فضلك يا حضرة الضابط، أنا لازم أشوفه. أرجوك يا عادل اتصرف، أنا يهمني أمره. طيب اتفضلوا معايا. يلا
حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي خلاك بس تعمل كده؟ زايدة. يا خبر، يا عيني عليك يا أمي. ممكن تتفضلوا معايا بره شوية؟ وحيد، وحيد، رد عليا يا ابني، سيبه هيفوق لوحده. طيب يلا بينا عشان نحصل البنات. البنات دول جدعان فعلا. صحيح الأزمات بتخلق رجالة، لكن بعض الأحيان بتشد عود البنات وبتخليهم أبدع من رجالة كتير. الحمد لله، الحمد لله، وحمد الله على سلامة مراتك يا ابني. بنتين يا بابا. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا واد. وبعدين ماله وشك كده مسود ومخطوف زي ما يكون جاتلك مصيبة. يعني عاجبك الشحطات اللي أنا عايش فيها؟ مراتي عند أبوها ومعها البنتين، وأنا هنا قاعد لوحدي. معلش يا ابني، انا وامك الليله دي ان شاء الله هنروح نبارك لها ونجيبها معانا. البيت بقى هيسع مين ولا مين يا بابا؟ ما هو البيت ده يا ابني اللي انا اتولدت فيه واتجوزت فيه وخلفتكوا فيه وربيتكوا فيه. يا بابا زمان كان حاجه والنهارده حاجه تانية خالص. اعطيات مصممه تعيش في شقه لوحدها ومخيراني يا شقه لوحدنا يا الطلاق. طيب يا ابني اصبر وان شاء الله ربك يعدلها. يعني اروح يعني اطمن عطيات يا بابا؟ جري يا واد، انت طول عمرك كده متصربع على طول. انا مش عارف الشمال دول اللي بيعملوا في روحهم كده ليه؟ بدل الواحد ما يبقى راجل العيله ويعوض امه عن غياب ابوه يعمل في نفسه كده. اصدقاء السوء يا حاج مؤمن، الله يرحم ايامنا. عادل شوف لنا حل للموضوع ده يا ابني يا المعروف، بدل الواد ما يضيعش كده. الحمد لله ان سواق التاكسي اتنازل عن البلاغ وقال ان عنده الضحايا وغلابة. وزميلهم ايه اخباره دلوقتي؟ تعيش انت. يا ساتر يا ساتر، ما دي اخرتها جرعه مخدر زياده. طبعا بعد فتره الكميه المعتاده ما بتنفعهوش، يوم يضطر يزود الكميه، اخرتها ايه؟ الوفاه. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يستر عليك يا وحيد. هو عنده كام سنه؟ عنده 17 سنه ونص، وهو ده اللي مغلبنا في حياتنا. من حسن الحظ انه ما تمش 18 سنه، عشان كده اعتبر في القضيه حدث. ممكن القاضي يحوله على اصلحه الاحداث يقضي فيها كام شهر ويخرج، لكن من الافضل انه يروح مصحه ويتعالج. ايوه يتعالج، بلاش الاصلاحيه دي، امي ممكن تروح فيها. طب يجي ولي امره يكتب تعهد ويستلمه ويتعهد برعايته وعلاجه، وهيستنى عندنا في الرقابه لمده سنه. فين ولي امره؟ انا ولي امره ولا ما ينفعش يا عادل؟ مش ممكن يا عمي، لازم حد من قرايبه. هو بابا مسافر وماما عيانه وما تقدرش تيجي الاسم. ممكن احنا نكتب التعهد على نفسنا؟ انا مستعد اكتب التعهد على نفسي. شاكرين يا حاج مؤمن، كتر خيرك، احنا هنتحمل المسؤوليه كامله. رغم ان اللي حصل طبعا مش مسؤوليتنا، لكن ده اخونا مش ممكن نتخلى عنه، لازم ننقذه. وانا معاك وتحت امرك. طول عمرك شهم يا حاج مؤمن، عمرنا ما هنقدر نستغنى عنك ابدا. تحت امرك، ايه المطلوب؟ تقدمي لي تقرير شهري عنه. شهري بس؟ اسبوعي كمان لو حبيت. الانسه فايزه دكتوره صيدلانيه، والانسه سهير مدرسه علوم، وتقدر تعتبرهم بناتي. يعني يا فايزه، قصدي انسه فايزه، كنت تقدري تساعديه؟ انت صيدلانيه وتعرفي في ادويه الادمان. في طبعا. الحقيقه العلماء اكتشفوا ان بعض الادويه اللي بتعالج الصرع ممكن تعالج الإدمان، بس ده طبعاً لازم يتم في مراكز متخصصة وتحت إشراف طبيب. طيب إحنا ممكن نمضي على محضر التعهد؟ مستعجلة ليه يا أنسة؟ تشربوا إيه؟ تشربوا يا جماعة. لا شكراً. متشكرين أوي، كفاية اللي إحنا فيه. ما تقلقيش، إحنا كل يوم بيجينا عشرات من نفس الحالة بتاعت أخوكي، ومنهم ولاد ناس كبار وأغنياء جداً، ومنهم ولاد ناس فقرة مش لاقية تاكل. الناس ما بتعرفش قيمة الخلفة أو نعمة الأولاد إلا لما بيضيعوا من بين إيديهم. لو كل واحد من دول لقاله أب يحن عليه ويراقبه ما كانش حصل اللي حصل. المهم تلحقوا أخوكوا قبل فوات الأوان.
متشكرين قوي يا حاج مؤمن. ما تتفضل معانا شويه. معلش يا قصي اتاخرت على المحل. طمنوني عملتوا ايه؟ الحمد لله. لولا الحاج مؤمن واحد كان ضاع مننا. الحمد لله انا قدرت اقنعهم ان احنا نخليه مع اخواته ياخدوا بالهم منه ويعالجوه، وربنا هو يسترها معاه. يعني الولد لو كان قاعد مع اصحابه دول مين عارف هم قالوا ايه. ربنا خليك لينا يا حاج. خلي بالك من فايزه. حاضر، فايزه في عينيا. ما تاخريش عليا بكره. حاضر، من الفجر هكون في المحل. يا جماعه يا ابني على مهلكوا عليه، على مهلكوا اختي. يا ما انت كريم يا رب، اشفع عنه وخليهول يا رب. بالراحه بالراحه عليه، بالراحه انا واطلع من هناك بالراحه. حلوة قوي دور الأم اللي بتلعبي ده. إزيك يا مبروكة؟ الحمد لله. أخيراً نام بقى شقي بشكل وما نمتش برضو، ما نمتش. كل ده بسبب بابا، كل لما يلاقيه نايم يصحيه عشان يلعب، وتعود على كده. بتحبيه يا فيولا؟ ده أنا روحي فيه، مكنتش متخيلة أن أنا أحبه بالشكل ده. هو ألبير عامل إيه معي؟ أنت عارفة الرجالة بياخدوا وقت شوية على ما يتعودوا على أي حاجة جديدة. في الأول كان قلقان شوية، لكن دلوقتي ما يعرفش ينام غير لما يطمن عليه. الحمد لله طمنتي. قولي عملوا ايه مع وحيد؟ الحاج مؤمن ربنا يستره خدهم ووداهم عند ابن اخوه في القسم، وبعدين راح بيهم للمستشفى وما سابهمش غير لما وصلهم بعربيته لحد البيت. كويس قوي، عقبال ما نطمن عليك يا مبروكه. حاربي الشر بالخير يا مبروكه، وما تقاسيش من رحمه ربنا. الشر ملازمني ورايا ورايا، كل ما اهرب منه هيطاردني، مش عارفه اعمل ايه. معلش، انت فاكرة ايام ما كنت مصرة ان انا اتطلق من البير والكنيسة موافقتش، وانت قعدت تقنعيني وتقولي لي ان انا بحبه. كلامك كان ليه تأثير مهم قوي في حياتي، واكتشفت ان انا فعلا بحبه قوي. وانا كمان كنت بحب محسن، بس هو اللي عمل كده مش انا. معلش يا مبروكة، مادام بتحبوا بعض يبقى اكيد هترجعوا لبعض. احنا عندنا في الانجيل بنقول من لا يعرف الحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. عندك حق فعلا، الله محبة، لكن البشر كلهم شر وكراهية وحقد. مش كلهم يا مبروكة صدقيني. عندك حق مش كلهم، بس أنا بستغرب ليه الحب بيطير بعد الجواز كأنه سبيرتو. انتي كانت روحك في البير وانا كانت روحي في محسن، وبعد ما اتجوزناهم بقت الحياه كلها مشاكل وكوارث. يا قمر يا قمر، لا لا روحي لاختي بقى. لا ماما جايه. انت ماما جايه حبيبتي. لا لا بلاش غيره بقى. يلا ها عطيات. ازيك يا حبيبتي؟ يلا حبيبتي لم الهدوم وهدوم العيال علشان هنروح، انا خلاص لقيت شقه. بجد والنبي يا عاطف يا اخي، طب ما تقول كده من الصبح. فين؟ في مكان حلو قوي، شقه برحه وكلها شمس وهواء. ربنا يخليك لي يا عاطف يا حبيبي، انا كنت واثقه ومتاكده انك مش ممكن تسيبني زعلانه ابدا. بس على الله بقى يعجبك ذوقي يا حبيبي. انت عارف كويس قوي ان انا ممكن معاك اروح اي مكان، صحرا كان او بستان. بسم الله ما شاء الله. يا حي الله يا حلو يا حي يا حي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا بس 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 بس. هي قولي بقى ايه رايك في الثانيه؟ الثانيه يا حي دي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا حي شبه عمتها الخالي الناطق. ان جيت للحق بقى يا عاطف، هي شبه عمتها مبروكه بالظبط زي القمر. هي شيماء صحيت اهي، زي ما يكون قلبها حاسس ان ابوها جاي وعايز يشوفها. ونبي ما تكسر بخاطرها يا عاطف، شيلها يمكن قلبك يحن عقبال ما رد عنها. هي ولا اقول لك، بقول لك استنى، صحيح ما قلتليش فين الشقه؟ في مدينه 6 اكتوبر. ايه مدينه 6 اكتوبر؟
اسمع يا عاطف، لما اقول لك انا لا يمكن ابدا ابعد عن حتتي واهلي عشان اروح اسكن في حته في اخر الدنيا، يا شقه في قلعه الكبش يا بلاش. يا عطيات يا عطيات، ما تنشفيش دماغك، انا شريكي وعايز الم الشمل. طب بس اتفرجي على الشقه الجديده. مش رايحه ولا جايه يا عاطف، وان ما كانش عاجبك طلقني 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 يا عاطف. سوار يا سوير نايم بقاله يومين. المهم المخدر ينسحب من جسمه، وعلى الله يكون بياخد الادويه اللي انت جبتيها له. الادويه اللي انا جبتها له مجرد مسكنات وهي اللي بتنيمه، ولازم يروح المصحه علشان يتعالج من الادمان. الرائد عادل قال لي انه مستعد يجي بنفسه لحد هنا وياخده للمصحه، اصله يعرف دكاتره كتير قوي هناك متخصصين في الحاله دي. هو مين بقى الرائد عادل ده بالظبط؟ الرائد عادل ده اللي يبقى عمه الحاج مؤمن، وهو انسان طيب وشهم زي عمه بالظبط. انت بتبصي لي كده ليه؟ لا احنا كل اللي بينا اهتمام بوحيد وبس. وبعدين الحاج مؤمن وصاه علينا فهو مستعد يخدمنا. هو انت نسيتيه ولا ايه؟ اصل وحيد صعبان عليه قوي. هو مين اللي صعبان عليه بالظبط؟ وحيد ولا انت؟ مبروك مبروك. مين انت؟ ازيك يا مبروكة؟ وحشتيني. عايز ايه يا محسن؟ عايز اطمن عليك. الله، ده في بينا عيش وملح وانت عارفة كده. ولا عيش ولا ملح، مالكش حاجة عندي يا محسن. اعذريني، انا عارف ان انا ضايقتك في يوم من الايام، بس اعمل ايه؟ الشيطان وزني وانت كمان ضايقتيني. اوعى من طريق يا محسن، كل شيء بينا راح وانتهى. لا، انا ليا جوه قلبك حاجات كتيره قوي، ليا حب، حب واحنا لسه عيال صغيرين ايام الحاره. فاكره يا بت؟ والحاره كلها بتشهد بكده. حب؟ جاي تتكلم دلوقتي عن الحب يا محسن؟ كان فين الحب ده وانا تحت رحمتك في الغربه؟ معلش اعذرينا يا بنت الناس، حقيقة أنا جاي أصلح غلطتي. نعم تصلح غلطتك؟ أنت فاكرني إيه؟ بيت تهجره وتنساه ولما تحب ترجع له تلاقيه مفروش لك وفتح لك بيبانه؟ وحشتيني يا روح، وحشتيني قوي، وحشتني عصبيتك، وحشني كمان النغزتين اللي على خدودك. بالك أنا كنت في الغربة ما بفكرش غير فيكي. بطلت اكل من الكلام ده يا محسن، خلاص معدتي ما بقتش تهدمه ولا صحتي يا حبيبي بقت مستحمله. احنا خلاص كل حي مننا يروح لحاله. ما عطلكش يا محسن. طيب طيب يلا متخبط يوم، هو ايه الحكايه؟ مالك يا روك؟ في ايه يا بنت اتكلم؟ محسن يا ماما، محسن رجع من بره. طب ما يرجع، عايز منك ايه؟ عايز يردني، قال ايه؟ ندم وعرف غلطته. طب وحكاية العيال وعدم الخلف؟ بصراحة بقى يا ماما، محسن ما كانش مهتم قوي بالحكاية دي، انا اللي كنت واكلة روحي، كان نفسي في ولد ولا بنت يملوا عليا الدنيا في الغربة. انت مش بتقولي انه كان بيعايرك وغير معاملته معاكي لما اتاخرتي في الخلفه؟ ده كان احساسي، بس محسن لسانه طويل قوي وكان كل ما يزعل يبقى انسان تاني. هما كل الرجاله كده، روحهم في مناخرهم. ما انتش شايفه ابوكي شايفاه حما ازاي؟
بس محسن لما بيروق ويشرب له سجارة كده بيرجع يدلعني تاني ويسمعني كلام حلو قوي. طب يا اختي مدام كده بقى يبقى نرجع له على الاقل نكيد العوازل ونفلفلهم. انا كان قلبي حاسس ان ربنا هيفرجها وهترفعي راسك في الحاره كلها. انا اصلي حلمتلك حلم من يومين انك خير اللهم اجعله خير لابس ابيض في ابيض. لا يا ماما انت نسيتي اللي عمله فيا ده. كان منع عليا الهوا والنور، ممنوع اخرج من البيت، ممنوع ابص من الشباك، ممنوع ممنوع ممنوع. طب بس بس بس، لا لا ما انتش راجعاله. ترجعي له ده ايه؟ قاطع محسن ابن ام محسن. بينا ابوكي جه، اسكتي. حاضر. والنبي يا ماما اوعي تجيبي له سيره على اللي حصل. انا اقول حاجه؟ ابدا. مش قلت لك يا حاج البت مظلومه؟ مبروكه دي غلبانه، لكن الواد محسن هو اللي مفتري. الهي شحت في قلبك يا محسن زي ما كسرت قلب بنتي مبروكه يا رب. وايه اللي حصل؟ ها؟ لا مفيش حاجه حصلت، مفيش. الله، مش كنا انتهينا من حكايه محسن؟ ايه اللي جاب السيره دي تاني؟ بصراحه بقى يا حاج انا قلبي مش مطوعنا اخبي عليك، بس وحيات النبي وحيات المرحومه خالتي ما تجيب سيره المبروكه. ما تكلمي ولي انطقك في ايه؟ ما اقسم بالله ان ما اتكلمتي هنزل اقعد على القهوه تاني. خلاص هقول وانا بعرف اخبي عليك حاجه. اصل امبارح مبروكه لما خرجت. لقيته جاي عليا وابتسم وصوته حنين زي زمان يا اصلاح قبل ما نتجوز. هو ليه اصلاح الراجل بيتغير بعد الجواز؟ بيبقى كشري ونكدي ولسانه طويل وايديه طرشه. هو ايه اللي رجعه تاني؟ الحب يا اصلاح. محسن لسه بيحبني طول عمره غاويني. اللي بيحب حد يعامله كويس مش يبهدله ويذله ويهين كرامته. الحب يا مبروك عاطفه ايجابيه، واللي بيحب حقيقي مش بس بيحب حبيبه، لا ده بيحب نفسه والناس والدنيا كلها. الله الله الله، اقطع دراعين ما كنتيش وقعتي في الحب لشوشتك. بالمناسبه انت مش ناويه تعقلي وتيجي معايا للدكتور نصر؟ ده استاذ كبير قوي لسه عامل بحث مهم جدا على الاسباب النفسيه للعقم. استاذ كبير يعني عجوز؟ يعني عمره ما يزيدش عن 45 سنه، لكن هو كبير في قيمته العلمية. شاب وسيم ودمه خفيف، وإيه كمان؟ متجوز؟ وانتي يهمك إيه في حكاية جوازه؟ لا أنا عارفة حدودي كويس، أنا بسأل عليه عشان خاطر أختي الدكتورة. أنا مفكرش في الحكاية دي، دكتور نصار أستاذي وأنا معجبة بيه من الناحية العلمية فقط. الناحية العلمية ولا المهلبية؟ ولعلمك بقى هو خاطب وأنا لسه شايفاه مع خطيبته. المهم دلوقتي انتي ناوية على ايه؟ والله ما انا عارفة يا اصلاح، دماغي هتشد من التفكير. رايح فين؟ خارج مع صحابي. اصحاب الشوم، مش كفاية اللي جرى؟ انا حر. لا ما انتش حر ومفيش خروج الليلة دي، ويكون في علمك مش عايز اسمع منك كلمة انا حر تاني في البيت ده. سامع بنتك يا ماما؟ معلش يا ابني خايفة عليك. احنا ما صدقنا انك استرديت عافيتك. هو بس هيخرج حبه صغيره كده ويرجع على طول، مش كده يا دنايا؟ قولي لها يا ماما. انت فاكره نفسك مين، ابويا ولا امي؟ تعال هنا، انت مخلوق تافه وغبي واناني، وبعد كده هسيبك مرمي زي الكلب في التخشيبه او هنسلمك الاحداث. ادخل جوه. تضربيني؟ ماشي. طب انا خارج النهارده هكسر رجلي. انت مش هتخرجيني ازاي؟ انا خارج النهارده. تعالى يا وحيد معايا. حسبي حسبي، انا خارج النهارده. اختك ده انتوا خلقتوني. اختك خايفه عليك يا اخويا. في ايه بتتشمري يا اختي كده وتلسعي القلم على وشه؟ اعملي الحساب هنا في البيت. يا ماما يا ماما عشان خاطري ارجوكي سيبيني اتعامل معايا. طريقه حضرتك دي هي اللي بوظته. سيبيها يا ماما، قبل سهير عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه. هو انا هلاقيها منك ولا منها؟ حرام عليكم، الولد هيموت في ايديكم. في ايه؟ ارحموني، اعملوا لي حساب. في ايه؟ يا ساتر يا رب.
ايه ده؟ مالك؟ ماما يا فايزة مش عايزة تجيبها لبرا ابدا مع وحيد. انا مش عارفة اخرة اللي بيحصل ده. ازيك يا زيزي؟ سرحانه في ايه؟ اهلا اهلا يا اصلاح، اتفضلي. ده انا كنت معديه من هنا فقلت اسلم عليك. جيتي في وقتك. خير؟ في ايه؟ انت مش عاجباني النهارده، ده انت دايما مفرفشه وفرحانه. انت مش هتغيري التسريحه دي بقى، ده انا من ساعه ما عرفتك وانت عامله نفس التسريحه. الحقيقه انا انت ايه بس؟ تعالي تعالي هندردش شويه وهعمل لك حته تسريحه تجنن، بس على شرط تقولي لي مالك الاول. امي يا اصلاح، امي مش عارفه اعمل معاها ايه، كل ما يجيني عريس تطفشه، ده كبير عليكي، ده ما حلتوش حاجه، ده مطلق قبلك 3 مرات. طب ما يمكن معاها حق، شوفي وجهه نظرها، ناقشيها، شوفيها هي بتعمل كده ليه. طب واخرتها؟ ده انا قربت على 30، هتجوز امتى بس؟ وبعدين نفسي نفسي اخلف حته عيل قبل ما اكبر. نصيبك لسه ما جاش، وبعدين ده انت لسه في عز شبابك وحلوة وكسيبة. هي دي المشكلة، أمي زي ما تقولي كده مستخسراني، مش عايزاني أفارقها. أنا عارفة إنها بتعزك أوي، وبعدين هو أنت مش راجل البيت؟ من ساعة ما الحاج فخري الله يرحمه ما مات، وأنت قايمة بالمحل، والزباين كترت عندك كمان، وبنات قلعة الكبش كلهم بيجولك وبيرتاحولك. طب وآخرتها بس؟ أنا نفسي أحب زي كل البنات، أتخطب، قلب الشبكة، أخرج أتفسح مع عريسي. بس لازم تقابل الراجل اللي يستاهل، راجل بحقيقي يقدرك ويقف جنبك طول العمر. أنا خايفة يا إصلاح، خايفة لو اتهورت وحبيت واحد وجيت تقدم لي أمي ترفض، ساعتها بقى مش عارفة أنا ممكن أعمل إيه. اتفضلي. مشكلتها الوحيدة إنها خايفة عليا، خايفة إن أنا أسيب المحل، خايفة لو اتجوزت واحد يطمع فيا وفي فلوسي. زيزي انت بتعملي ايه؟ ارجوك يا حبيبتي خليك اسيبك بجواز خالص وخليك بشعري. الفواتير الجديدة. حاضر يا حاج. تمر بحاجة تانية؟ لا، ثانية. ألو؟ أيوة؟ مين؟ محسن؟ أهلاً يا أستاذ محسن، أي خدمة؟ أيوة يا حاج، أنا عايز أكلم مراتي مبروكة.